الحقيقة موضوع التوازن موضوع جدا مهم وحساس، لأنه فعلا الإنسان إذا وصل مرحلة أن يتوازن أو يصل لمرحلة التوازن في حياته هذا إنجاز عظيم جدا، بحيث أنه لا يختل جانب على جانب آخر أو يطغى جانب على جانب آخر. لكن الحقيقة قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، أحب أن أضيف إلى كلام زميلي الكلام الجميل قاله الأستاذ محمد، وهو أن الله أن التوازن مبدأ ثابت في الحياة، نراه في كل شيء خلقه الله عز وجل، في الكون، في هذه الأرض التي نعيش عليها. الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر في سورة القمر. فإذا هناك توازن الله عز وجل نراه بأعيننا ونلمسه، فالأرض إذا تقدمت يعني أمتار أو أقل من ذلك إلى الشمس، حدث أمور كثيرة، اختل التوازن في الطقس، في كذا في كذا في الحياة. كذلك الله عز وجل أبدع في صنع هذا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هنا في توازن عجيب من الله عز وجل، حتى يدعونا إلى التفكر إلى التأمل أن كل شيء موزون بقدر معلوم. في الحقيقة بالنسبة للسؤال الذي ذكرته، أن الإنسان يغلب الجانب المادي كذا على أمور أخرى، ترى دائما اللي أعطيهم سؤال وينسون يعرف أنهم كبار في السن. لا لا أنا أبشرك، لا تخاف. طيب، كثير من مشكلاتنا الحياتية التي نقع فيها يتذكر عارف يحتاج التواصل. لا زين، ذكر السؤال. يبني ذكرته. هو هناك الحقيقة تمر على الإنسان أحيانا أن يغلب جانب على جانب آخر في حياته. نعم. فمثلا بحكم أنك ذكرت مثال الجانب المادي، نعم كثير منا يهتم بالمادة وهذا أمر طبيعي ومن حق مشروع يعني، لكن المشكلة هنا هي أن إلى أين ستصل في, في, في الاستمرار والبحث عن المادة، يعني مقابل ماذا؟ مقابل هل مقابل صحتك؟ مقابل ابتعادك عن أهلك وبيتك وأسرتك وأولادك؟ لأن الحقيقة وأنتم نحن نعيش في بيئة واحدة، نجد في بعض الأشخاص أو بعض الناس يهتم ويغاب طوال الوقت تقريبا عن البيت. بحجة ماذا؟ بحجة البحث عن لقمة العيش. نعم هو يعني موفق ومعان إن شاء الله، ولكن ما بال أولادك في البيت، ما بال زوجتك في البيت. صحيح. هؤلاء لهم حق عليك أيضا. هنا يأتي وينبع التوازن بين البحث عن لقمة العيش وبين أيضا تربية الأولاد ومراعاة الزوجة واحتياجاتها. صحيح. هذا أمر جدا مهم.